هذا وتستأثر مباراة الأرجنتين والبرازيل الودية في أستراليا بالاهتمام نظرا للكم الكبير من النجوم في الجانبين، وكذلك لمتابعة حال منتخب الأرجنتين مع مدربه الجديد خورخي سامباولي الذي يحاول إعادة الألبي سيليستي إلى المسار الصحيح. في 10 نوفمبر الماضي بتصفية كأس العالم اكتسحت البرازيل منافستها الأرجنتين بثلاثية، وتوالت النتائج الإيجابية حتى بات البرازيل أول منتخب يبلغ نهائيات روسيا. ولا زالت الأرجنتين تبحث عن مكان تحت شمس روسيا وهي صاحبة المركز الخامس وفي وضعية معقدة. المنتخبان شد الرحال إلى ما وراء البحار أستراليا، والأنظار منصبة على مدرب الألبي سيليستي الجديد خورخي سامباولي وعلى نجم بلاده الأول ليونيل ميسي. إنه لاعب مرجعي، تحدثنا مع بعض، سعدت كثيرا برغبته الكبيرة في إيصال بلاده إلى كأس العالم، هذا يعطينا الأمل دون شك حتى يكون معنا هنا. قطع إجازته الخاصة في الصين وهذا أمر يستحق عليه التحية والثناء. مع ميسي سيكون حاضرا لفيف من النجوم باولو ديبالا وغونسالو إيغواين وأنخيل دي ماريا، لكن سامباولي وجد نفسه مضطرا للجواب عن سؤال تقليدي: لماذا تلمع النجوم مع أنديتها وتخبو مع الأرجنتين وميسي قد يكون نموذج؟ عند المقارنة بين الأرجنتين وبرشلونة علينا أن نظع في الاعتبار أن برشلونة ظل يقدم عروضا قوية مكنت ميسي من أن يجد موقعه في وسط الفريق، علينا أن نخلق وضعا مماثلا في منتخب الأرجنتين بما يمكنه من استغلال مهارته بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون مع الآخرين، يجب أن نتفادى أن نجعله معزولا وهذا ما نعمل على تحقيقه. البرازيل عشية مواجهتها 8 بعد 100 مع جارتها في كلاسيكو العالم تعلم أن المباراة هي أكثر من ودية وإن كانت غير رسمية. الفوز بالنسبة للبرازيليين له طعم خاص برغم غياب نجمهم الأول نيمار. عندما نتحدث عن مواجهات البرازيل والأرجنتين فليس هناك مباراة ودية، الكل يرغب في الفوز خاصة نحن من أجل مواصلة زخم الانتصارات الذي نعيشه حتى الآن. ومن ناحية أخرى لقد غير المنتخب الأرجنتيني مدربه، المدرب الجديد أدى مهمة جيدة مع منتخب تشيلي وكذلك مع إشبيلية. على مر التاريخ طغى اللون الأصفر على الأزرق السماوي ب44 انتصارا مقابل 38. حكاية الثار الكروي قائمة دائما، البرازيل تلعب بارتياح أكبر والأرجنتين مع سامباولي لترتيب بيتها الداخلي قبل مواجهة أوروغواي في 31 أغسطس المقبل، لعل أبواب العالم لا تغلق في وجه ميسي وأصدقائه.